السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار الرابعة من قناة المرابطون، نستهلها بالعناوين: دورة تكوينية لمجلس سيدات الأعمال حول طرق وآليات إعداد العروض الفنية للصفقات. البنك الدولي يصف الاقتصاد الموريتانيا ببالغ الحساسية للصدمات الخارجية ويصنفه في مراتب متأخرة. انطلاق المفاوضات الثنائية بين موريتانيا والصين لتجديد بروتوكول اتفاق الصيف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أطلق اتحاد أرباب العمل الموريتانيين صباح اليوم دورة تكوينية حول طرق وآليات إعداد العروض الفنية للصفقات لصالح مجلس سيدات الأعمال. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة نهى مت الشيخ سيدية إن تكوين سيدات الأعمال يتقاطع مع أهداف الوزارة الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. شرفوني أن أشرف معكم اليوم على هذه الفعالية المخصصة لإطلاق الدورة التكوينية التي ينظمها الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين حول إعداد العروض الفنية للصفقات، وذلك لصالح أعضاء مجلس سيدات الأعمال، وهي خطوة التي تتقاطع مع تنفيذ برنامج قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الهادف لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق التشغيل والأنشطة المدرة للدخل وإعطاء عناية خاصة لترقية ريادة الأعمال النسائية وللدمج الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز المشاركة الاقتصادية الفاعلة للنساء. وفي هذا الإطار استفادت أكثر من 600 تعاونية نسوية من تمويل مشاريع مدرة للدخل، واستفادت أيضا أكثر من 1150 امرأة من تكوينات ميدانية مؤهلة في عدة مجالات على جميع التراب الوطني. من جانب آخر، قال رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين الشيخ أحمد إن الدورة يشرف عليها خبراء وطنيون متخصصون لتعزيز كفاءة سيدات الأعمال ومعرفهن في مجال الصفقات والنفاذ إليها. وأضاف الشيخ أحمد أن هذه الدورة تأتي ضمن مسار الاتحاد لدعم وترقية المرأة وسيدات الأعمال، خصوصا لتمكينهن من الآليات الكفيلة بإقامة المقاولات العصرية والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد على حد تعبيره. إن دعم السلطات العمومية لسيدات الأعمال يتقاطع بامتياز مع جهودنا في الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لدعم وترقية جهود سيدات الأعمال، سواء بتنظيم التظاهرات المشتركة أو مناصرة قضايا المرأة المنتجة وطنيا ودوليا والتمكين لها في الحياة النشطة. أيها السادة والسيدات، سيشرف خبراء وطنيون متخصصون في مجال الصفقات على تأطير هذه الدورة التكوينية، وأنا واثق أن الخبرة الكبيرة التي راكموها في هذا المجال سيتاح لهم تقديمها طيلة أيام الدورة التكوينية، بما يعزز كفاءة سيدات الأعمال ويحسن معارفهن في مجال الإجراءات الإجرائية للصفقات ويسهل نفاذهن إليها. صنف البنك الدولي الاقتصاد الموريتانية في المرتبة 160 من أصل 189 دولة ضمن الدول الأقل تطوراً في المجال الاقتصادي، ذلك ضمن التقرير السنوي للعام الحالي. ووصف البنك الدولي الاقتصاد الموريتانية بأنه بالغ الحساسية لصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية، بالإضافة إلى اعتماده على المساعدات الدولية. تقرير البنك الدولي كشف أيضا أن مستوى الفقر في موريتانيا انخفض من 42% عام 2004 إلى 31%، أي بمعدل 1.8%. بدأت موريتانيا والصين مفاوضاتهما حول تجديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين البلدين للفترة الممتدة ما بين 2021-2025، وتتيح المفاوضات التي تحتضنها العاصمة الموريتانية تقويم المقترحات المقدمة من الطرفين بخصوص بروتوكول اتفاق الصيد بينهما من أجل الوصول لتصور مشروع للبروتوكول الجديد الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه مع بداية السنة المقبلة. ترتبط
تربط موريتانيا والصين باتفاقية في مجال صيد البحر منذ العام 2010 تمتد على مدى 25 عاما ويتم تجديدها كل 5 سنوات. عاد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني للعاصمة نواكشوط بعد زيارة رسمية لولاية غورغول التي افتتح منها العام الدراسي الجديد أمس الاثنين. وبدأ الشيخ الغزواني يوم الأحد من مدينة كيهيدي عاصمة الولاية زيارة رسمية دامت يومين، أشرف خلالها على تدشين بعض المشاريع بالولاية التي يعتمد اقتصادها على الزراعة والتنمية الحيوانية. اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم يا فخامة رئيس الجمهورية أحرى ترحيب باسم الأسرة التربوية بمختلف أطيافها في مدرسة بود القديم توسعة، فبإشرافكم الشخصي المباشر على افتتاح السنة الدراسية المرة الثانية يتضح ما تولونه من عناية فائقة لإصلاح القطاع، وتوجهون رسالة واضحة الدلالة لسكان هذه المنطقة ومثيلاتها في البلد فحواها أن سياسات مختلف القطاعات الوزارية تستهدف على رأس أولوياتها مناطق الهشاشة والقضاء على كل أشكال الغبن والتفاوت الاجتماعي. وشهدت بود وضع الحجر الأساس لمشروع كهرباء منطقة أفطوط الشرقي الواقعة بين بود ومونجل وباركيول بكلفة فاقت 18 مليون دولار. ويتمثل المشروع في مد خط عالي الجهد يربط محطة سيليباب الفرعية لمنظمة استثمار نهر السنغال بالمحطة الفرعية المزمعة في بود، وبناء منشآت توزيع للطاقة لصالح 35 بلدة في المنطقة. أتشرف باسم قطاع الطاقة أن أرحب بكم اليوم في مدينة بود الذي تشرفون به منها فخامة الرئيس على حفل وضع الحجر الأساس لإشغال مشروع الكهرباء الريفية لمنطقة أفطوط الشرقي والتي تعد من أكثر المناطق حاجة إلى الكهرباء. فخامة الرئيس، أيها السيدات والسادة، إن هدف استراتيجية قطاع الطاقة هو ضمان ولوج كافة المواطنين إلى الكهرباء وخفض تكلفتها ونقلها إلى مراكز الإنتاج الرئيسية تماشياً مع الأهداف التي حددها البرنامج الرئاسي. وإن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه الاستراتيجية إلى طفرة في مجال منشآت الطاقة والرفع من مستوى النفاذ إلى الكهرباء، كما نأمل أن يؤدي أيضاً إلى تثمين المصادر الطبيعية لبلادنا مثل الغاز والطاقات المتجددة، محققين بذلك تنوعا عاليا في المزيج الطاقوي الوطني وخفضا معتبرا للاعتماد على مصادر الطاقة الحرارية الملوثة والمكلفة. وسيكون لهذه السياسة إن شاء الله الموجهة نتائج الأثر الإيجابي في تقليص التكاليف وتوفير النفقات وتعبئة الموارد الجديدة وإطلاق مشاريع تنموية هامة كالمشروع الذي تشرفون اليوم على بدء إشغاله فخامة الرئيس. شهدت مؤسسات التعليم في العاصمة نواكشوط خلال أول أيام الافتتاح الدراسي إقبالاً وصف بالضعيف، وتتباين وجهات نظر أطراف العملية التربوية في هذا الإقبال بين من يرجعه إلى حداثة عهد التلاميذ بالدراسة وبين من يرى أن الوضع كان على ما يرام. يلاحظ عدد من رواد سوق الأدوات المدرسية تراجعاً في المعروض لسنة الدراسية الجارية، وغلاء في أسعارها أثر سلباً على حجم الإقبال على هذه الأسواق مع حلول العام الدراسي الجديد، لكن العاملين بمحلات بيع هذه الأدوات لا يرون في الوضع أكثر من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، بما في ذلك نشاطهم التجاري الذي يمتهنونه منذ سنوات. هكذا تبدو محلات بيع الأدوات المدرسية بسوق العاصمة نواكشوط المركزي في أول أيام افتتاح العام الدراسي. الإقبال لم يبلغ ذروته بعد، وهو ما قد يكون للأسعار دور فيه. بنباعوا هون واعرين قطعا هون، بس الحقيقة قالت وزارة التعليم عارفة شو التلاميذ، عارفة شو اللي يعطوا جي سنوية من الكتب، لأنه ما هم خارجين ولا هم ودي خارج منهم ينباع لا راعي هون، هو تقامر بيه ردمية واعر حتى إلى أقصى درجة. الشارع هاو الكتب تعدلهم وزارة التعليم ويلا ينعطاهم مجانا،
خاصة يضرر منهم لا أولاد الفقراء والناس البطارين يشيلوا الكتب ولا مسؤولين حد عن رواية شني. وبالإضافة إلى غلاء أسعارها، فإن المعدات المدرسية تشهد شحا خصوصا الدفاتر رغم الإقبال الملحوظ وفق بعض رواد السوق. كبير على شراء الأدوات والمحفظات والدفاتر وأقلام إلى آخره، لكن في شح. لاحظت أنا كنت أحاول أن أشتري بعض الدفاتر لكن في شح بأنواع الدفاتر. أصحاب محلات بيع الأدوات المدرسية أكدوا في المقابل أن أسعارها في المتناول، مرجعين ضعف الإقبال عليها إلى التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا. الإقبال لحد الآن بسيط، ما زال عادي نظرا الناس نظرا لجائحة كورونا، كذلك الأسعار في متناول الجميع بالنسبة للسكات والأدوات والمواقف مقبول عليهم. كتب مدرسية من فترات متفاوتة ما زالت معروضة للبيع هنا جنبا إلى جنب مع الأدوات المدرسية الأخرى في جنبات السوق المركزي، وإن كانت المناهج الجديدة نادرة من بين المعروضات وسط وعد حكومي بتوفيرها للتلاميذ مجانا وقريبا في المؤسسات التعليمية. إلى مدينة وديبو، حيث نظم عدد من ممتهني الصيد التقليدي وقفة احتجاجية على تأخير استئناف أنشطة الصيد التقليدي للموسم الحالي، والتي كان مقررا أن تنطلق منتصف ليل الأحد الاثنين. دأبت الحكومات الموريتانية المتعاقبة على إطلاق الموسم بالنسبة للصيادين التقليديين قبل انتهاء الراحة البيولوجية الفعلية ب15 يوما، وهما يخشى الصيادون من تراجع الحكومة الحالية عنه ويطالبون المشرع بتقنينه. احنا جينا اليوم هون في هذه الوقفة ياك نعبر عن احتجاجنا على ذي الشائعات المطلوصة. والله ما قعدت ما ثلاث شائعات عاد لا يتعود واقع على قضية هذه اللي يسموه احنا هون محليا بلاكينز. هذه 15 يوم الممنوح عنا قبل البواخر الكبار. جينا هون اياك نطالبوا بعد ان هذه 15 يوم اللي كانت منذ اللي لدرك 15 سنة، هذه 15 يوم هذا كان عندنا شهر وتحول الى 15 يوم. ودرك جايين نطالبوا بعد ان هذه 15 يوم تعود في القانون، اياك ما تعود مهدة من كل مسؤول جاء. نطالبوا السلطات العليا في البلد، ونطالبوا الوزير والسلطات الإدارية والمنتخبون والهيئة التشريعية على انهم يسنون لنا قانون قضية هذه 15 يوم اللي نجبره قبل البواخر الكبار، باللي فيها حماية للأنفس وحماية للممتلكات. وعليه نطالبوا بتقونينها، اياك ما تعرضه دائما لعلن كل مسؤول جاء يقد يقلع منها شيء والله يعدل منها شيء. نهاية نشرة أخبار الرابعة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها دورة تكوينية لمجلس سيدات الأعمال حول طرق وآليات إعداد العروض الفنية للصفقات. البنك الدولي يصف الاقتصاد الموريتانية ببالغ الحساسية للصدمات الخارجية ويصنفه في مراتب متأخرة. انطلاق المفاوضات الثنائية بين موريتانيا والصين لتجديد بروتوكول اتفاق الصيد. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة وجديد الأخبار عبر صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا على الإنترنت اللهيرين على الشاشة. السادسة موجز إخباري بحول الله.